بحضور المدير العام لمعهد بحوث الثروة الحيوانية من أجل التنمية، بدأت أعمال الورشة الإخبارية حول التعرف على نشاطات المؤسسة التي تقوم بدعم وتمويل البحوث العلمية. المناسبة شهدت حضورا كبيرا من قبل الأساتذة والباحثين وطلاب الجامعة. رمات جبرين أنجلي. لتعريفهم بالطرق والسبل الملائمة للوصول إلى وسائل متعددة للوقوف معهم لتحقيق أهدافهم للقيام بإجراء بحوثهم العلمية، وفي هذا الشأن نظم معهد البحوث للثروة الحيوانية من أجل التنمية هذه الورشة الإخبارية، وذلك لصالح الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة بإخبارهم عبر هذا الأرض بأن الوكالة الجامعية للفرنكفونية من أهدافها الرئيسية هي دعم وتمويل البحوث العلمية وتقديم المنح الدراسية للطلبة. ولكن أكد المدير العام لمعهد البحوث حسن محمد حسن أن هذه الوكالة تضم 9 جامعات ومعاهد تشادية، رغم ذلك لم يستفيد الباحثين التشاديين من هذه الفرصة للخدمات العلمية، لذا فإننا بدورنا توضيح الدور الفعال التي تقوم به الوكالة الفرنكفونية لتطوير قطاع التعليم العالي في كافة المؤسسات العلمية المنضوية تحت قيادتها.